السيسي بقاله كام سنة عمال يشتري بالفلوس اللي معاه أسلحة من كل الأشكال والأنواع، مقاتلات على قاذفات على حاملات طائرات، مش بيخلي حتة سلاح واحدة موجودة في أي دولة في العالم اللي هو بيشتريها؟ وفي ناس كتير قوي مش قادرة تفهم هو بيشتري ليه كل السلاح ده يعني، وإحنا ما بنحاربش أساسا، بس إحنا مش عاوزين نظلم؟ جايز لو دورنا كويس نكتشف إن في حرب دايرة في البلد وإحنا مش واخدين بالنا، وجايز برضو يكون السيسي بيشتري السلاح ده لهدف شخصي، يكون بيصطاد بيه عصافير مثلا، او يكون عليه طار وبيجيب السلاح ده عشان يحمي نفسه. في احتمالات كتير قوي بصراحه، بس احنا اللي مش فالحين الا في الهجوم والافتراء على الراجل. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص الله. ايه ده؟ الاقتصاد بتاع البلد واقع والتضخم بيزيد وعندنا عجز في الموازنة والناس بتجوع وتفتقر، طب نعمل ايه؟ نحاول نطور الزراعة والصناعة في البلد عشان نزود الانتاج؟ ولا نصرف شوية فلوس على الدعم عشان نحسن عيشة الناس؟ ولا نعمل ايه يا ريس؟ السيسي قال ايه الكلام الفارغ ده؟ فلوس ايه اللي نصرفها على الاقتصاد والناس؟ هو احنا جايبين الفلوس دي بالسهل؟ ولا لاقينهم في الشارع؟ لا خالص، ده احنا لاقينهم في صندوق النقد واتزلينا وشفنا الويل لحد ما خدناهم. نقوم بعد كل ده نصرفهم على الاقتصاد وعلى الناس؟ لا طبعا، الاقتصاد ان شاء الله هيتحسن لوحده وهيبقى كويس من غير ما نصرف عليه اي حاجه. بالنسبه للناس بقى، فاحنا ممكن ندفع فلوس عشان نخلص منهم مش عشان ناكلهم. طب يا ريس امال نصرف فلوس الشحاته والسلف دي في ايه؟ نورنا يا طبيب الفلاسفه يا ابو دماغ متكلفه، قال لك في حاجات مفيده كتير جدا بس اللي يدور. ممكن مثلا نبني بيهم كباري. الكباري مفيده جدا للشعوب الفقيره اللي زي حالتنا، عشان المواطنين يقعدوا يطلعوا وينزلوا من عليها لحد ما يدوخوا ويقعوا من طولهم ونبقى ارتحنا منهم. ممكن كمان ابني بالفلوس دي قصور رئاسه، لان بصراحه بدات ازهق من القصور اللي انا عايش فيها وحاسس انها ضاقت عليا وبقالي بتاع اسبوع كده ما قعدتش في قصر جديد. ممكن برضو نعمل بيهم عاصمه اداريه جديده غير اللي بتتعمل دلوقتي ونسميها العاصمه الاداريه الجديده جدا. وفي بقى اللي احسن من كل ده، احنا نشتري بالفلوس اللي معانا كلها سلاح، وده اللي السيسي شغال فيه بقاله 5 سنين. كل ما ياخد قرض او يلاقي جنيه مرمي في الشارع حتى يقوم واخده وطالع على سوق السلاح ويلف على دول العالم دوله دوله، روسيا بقى، فرنسا، ايطاليا، المانيا، اي بلد، ويخش يحمل كل السلاح اللي فيها على لوري ويدفع كام مليار وبعدين يركب جنب سواق اللوري ويرجع، لحد ما السلاح عندنا بقى كوام 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 في المخازن، ومصر بقت ثالث اكبر مستورد للسلاح في العالم بعد السعوديه والهند، وواردات السلاح اللي بنجيبها ارتفعت في آخر 5 سنين بنسبة 135% عن ال5 سنين اللي قبلهم، مع العلم إننا ما عندناش حرب في البلد على حد علمنا يعني. طب إيه يا ريس؟ إيه لازمة شراء السلاح اللي بيه لهدف ده؟ هو في حد فهمك إن السلاح لما بيقعد في المخازن ويقدم بيغلى مثلا فأنت مكمره عشان بعد كده تبيعه وتكسب فيه؟ لا خالص، السلاح لما بيقدم بيصدي عادي وبيترمي في الزبالة. طب جايز هيتصرف فيه ويبيعه للإرهابيين في سيناء والمطاريد في الجبل ويعمل سبوبة من وراه؟ طب يمكن هياخد السلاح ده يسيحه ويحوله لسياخ حديد؟ ولا ايه بالظبط؟ ما تقول لنا رئيس اللي في دماغك، ما تسيبناش محتارين كده يا اخي. الرئيس قالك هو انتوا عميتوا ولا ايه؟ مش شايفين المخاطر والاعداء اللي محوطين البلد وعاوزين يدمروها؟ بص يا رئيس، هو احنا مش شايفينهم بصراحه، بس طالما انت شايفهم خلاص عادي احنا مصدقينك. احكي لنا عنهم بقى. قالك عندنا مثلا الارهابيين اللي في سيناء، اعداء دول ولازم لنا سلاح عشان نحاربهم ولا لا؟ يا عم ارهابيين ايه بس اللي عمال تحاربهم بقالك 7 سنين وما وصلتش لحاجه؟ دول ده انت لو بتحدفهم بطوب مش بتضربهم بسلاح كان زمانك انتصرت عليهم ووصلت معاهم لنتيجه احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. والله قال لك بلاش ارهابيين، شايفين تركيا واللي بتعمله في شرق المتوسط والخناقه اللي داخلها عشان ترسيم الحدود البحريه وحقول الغاز والبترول والاتفاقيات اللي بتعملها مع ليبيا؟ صراع ده ولا مش صراع يا متعلمين بتوع المدارس؟ طب هو انت لما اشتريت السلاح ابو مليارات ده تركيا تراجعت يعني عن اللي بتعمله وسابت ليبيا وطلعت تجري؟ قال لها خالص، دي ما عندهاش ريحه الدم، ده احنا عملنا مناور عشان نخوفهم ونزلنا الاسطول كله البحر المتوسط وسبناها هناك لحد ما السفن قربت تبوش، ونشرنا غواصات لما قربت تخلل ويجي لها تسلخات من كتر القعده في الميه المالحه عشان تركيا تشوفهم وتجيب ورق. ولا عبرونا، مش مهم، بلاها تركيا. عندك اثيوبيا واللي بتعمله في سد النهضه، ومال والخزان اللي شغال على ودنه؟ لازم طبعا يبقى عندنا سلاح عشان نقدر نواجههم ونوقفهم عند حدهم وما يفتكروناش هفية. طب حلو قوي، انت بقى حاربت اثيوبيا؟ ضربت السد طيب؟ ولا حتى عملت فيه خرم زي ما استاذ معتز عبد الفتاح قال لك؟ لا برضه، احنا رجعنا للمفاوضات عادي وبندور على اي حد معدي في المنطقه عشان نخليه يتوسط بيننا وبين اثيوبيا. طب يعني مفيش حرب برضه اهو؟ ده حتى اسرائيل اللي هي العدو التاريخي بتاعنا بطلنا نحاربها بقالنا سنين،
ودلوقتي بقت اختنا في الرضاعه، وحمامه السلام الدافي عماله تحوم حوالين السيسي ونتنياهو وهم حاضنين بعض. يعني انت راجل مسالم يا سيسي وما استخدمتش الخيار العسكري ولا حتى في طبق سلطه، امال ايه لازمه الاسلحه المتلتله اللي اشتريتها دي؟ الكل بقى عارف كويس ان السيسي مش هيحارب ولا اي حاجه مهما حصل ان شاء الله، واساسا احنا الاقتصاد بتاعنا واقع خلقه زي ما حضراتكم شايفين، وبقينا بنستلف من طوب الارض وغرقانين في الديون لشوشتنا. يعني وضعنا الحمد لله ما يسمح لناش اننا نلعب طاولة حتى مع اي دولة مش نضربها، ومفيش معانا فلوس ندفعها عشان نعمل اعلان عن الحرب بس مش نحارب كمان. ده غير ان الجيش بتاعنا الحمد لله ساب كار الحرب ده من زمان، ودلوقتي شغال في البيزنس والجمبري والمقاولات، واشيته بقت معدن. السيسي بقى تاخده الجلالة ويهدد ويزعق ويبرق، يلبس البدلة الميري ويشد نفسه ويلف على القوات في المناطق المركزية، يقلب وشه ويقول خط احمر وخط اصفر وخط فوشيا، كل ده أونطة وما عادش بياكل معانا خلاص ولا مع اي حد. طب امال ايه هوس شراء السلاح اللي عنده ده؟ وليه طالع يجري يمين وشمال يدور عليه؟ اغلب التفسيرات بتقول ان السيسي بيدفع المليارات دي كلها وبيجيب بيها اسلحة عشان يرضي الغرب ويخطب ود الدول الاوروبية اللي بيشتري السلاح منها ويضمن دعمهم ووقوفهم معاه ومع سلطته، ويشتري سكوتهم كمان على البلاوي اللي بيعملها. يعني مثلا السيسي يصحى في يوم كده يكتشف ان فضايحه في ملف حقوق الانسان ريحتها فاحت في الدنيا كلها، والعالم بدا يتكلم عن الانتهاكات اللي بيعملها في حق المصريين والمعارضين اللي نازل فيهم حبس واعتقال واخفاء قسري لما الشعب قرب يخلص، ويلاقي الحكومات في دول اوروبا بدات تهاجمه، يقوم هو على طول ما يكدبش خبر وياخد بعض ويطلع على الدول اللي مزمزقه منه دي ويشوف اي سلاح مركون عندهم والبرومه سارحه فيه ويقوم شاريه على طول ومكيش المليارات. الدوله من دول بقى لما تلاقي كده تقوم قايله السيسي ده زبون سقع ما يتعوضش، السلاح اللي كان مرمي عندنا ده اساسا مفيش اي حد يرضى يشتريه ويدفع فيه مليم ولا حتى تجار الخرده، لا احنا نحافظ عليه طالما بيجي من وراه مصلحه ونحط لساننا في بقنا وملناش دعوه باللي بيعمله، ان شاء الله يقتل الشعب بتاعه كله، طالما السلاح اللي بيقتلهم بيه جايبه من عندنا ودافع فلوسه يبقى ربنا يبارك له. وعندك ايطاليا مثلا كل ما تيجي تتكلم عن موضوع ريجيني وتفتح لنا الملفات وتفرش الملايه وتطلع ادله تدين الداخليه بتاعتنا وتطالب بتسليم الضباط المصريين المتهمين بقتل ريجيني عشان تحاكمهم، السيسي على طول يقوم رايح لهم، ايه سنيور سيسي انت جاي عشان تسلمنا الضباط؟ السيسي يقول لهم لا ضباط ايه، انا جايب لكم حاجه احسن بكتير، خدوا المليارات دي وادونا بيها سلاح. ايوه سيسي بس احنا ايطاليا يعني مش امريكا ولا روسيا والسلاح بتاعنا مش قد كده، انت غلطت في العنوان ولا ايه؟ يقول لهم مش مهم، حتى لو السلاح بتاعكم ده بيرمي على اعداء مكرونه سباجيتي من الذخيره هاخده برضه، هو انا يعني هحتاج سلاح متطور في ايه؟ هو انا هحارب بيه مثلا لا سمح الله؟ انا عاوز اسكتكم بس عشان تستهدوا بالله كده وتقروا الفاتحه الرجين وتعتبروه مات في حادثه عربيه كار وخلاص، تنسوا الحوار بتاعه بقى. وهكذا في حالات كتير هنلاقي فيها ان السيسي بيدفع مليارات في السلاح عشان يضمن صداقه الغرب ودعمهم وسكوتهم عليه، وبيقدم نفسه ليهم على انه الراجل اللقطه اللي قرشه حاضر وبينفعهم وان وجوده في الحكم بيحقق لهم مصلحه كبيره. بس مش ده السبب الوحيد للسلاح شوبينج سنتر اللي سيسي شغال فيه بقاله سنين ده، بيتقال كمان ان صفقات السلاح اللي بتتم ليل نهار دي وراها بحر من العمولات والسمسره والملايين اللي رايحه جايه من تحت الترابيزه على جيوب السيسي ورجالته وقيادات الجيش، ومفيش طياره بيشتروها ولا دبابه ولا طبنجه ولا نبله حتى الا وبيطلع لهم من وراها سبوبه زي اللوز. عشان كده شراء السلاح شغال على ودنه، واي واحد من القيادات عاوز يبعت ابنه يتعلم بره ولا يشتري شاليه في المالديف ولا يجيب للمدام شويه المظات يقول لك سهل، شوفوا لنا حتتين سلاح مرميين في اي بلد نشتريهم وناخد من وراهم عموله نقضي بيهم مصالحنا. هي يعني الفلوس اللي هنشتري بيها دافعينها من جيب ابونا؟ دي فلوس البلد يعني عادي مش حوار. وفي كمان كلام بس مش ماشي قوي في السوق بيقول ان السيسي بيشتري سلاح عشان يبقى جاهز للدخول في تحالفات عسكريه مع دول الخليج او يحارب بالوكاله عنهم، على اساس ان هم لو امروه مش هيقدر يرفض لهم طلب. حتى لو فرضنا اننا ظالمين السيسي وان هو نيته اصفى من عين الديك ومش بيضيع فلوس البلد عشان يرضي الغرب ولا عشان يعمل سبوبه، وانه عاوز فعلا يرفع كفاءه القوات ويجهزها لمواجهه التحديات والمتربصين واعداء الوطن، ومشينا ورا الكلام الحلو ده للاخر، طيب طالما القوات بتاعتنا محتاجه كل كميات السلاح الخزعبليه دي زي ما يكونوا بياكلوها مش بيتسلحوا بيها، مش كان من المنطقي اننا نحاول نصنعه احنا ونطور مصانع عشان نعمله بايدينا من باب اننا نبقى مالكين لارادتنا او حتى من باب التوفير، يعني زي ما تركيا مثلا عملت وقدرت في السنين الاخيره تطور صناعه السلاح عندها وقللت اللي بتستورده بنسبه كبيره جدا وبقت بتعتمد على المنتج المحلي. ليه يا ترى الفكره دي ما جتش على دماغ طبيب الفلاسفه اذا كان فعلا عاوز يطور الجيش ويرفع كفاءته؟ ليه دايما رافع شعار شراء السلاح ولا تربيته وعمال يرمي فلوس البلد الفقيره قوي في صفقات اسلحه بمليارات؟ الا بقى لو كان الموضوع فعلا وراء اسباب تانية زي ما قلنا غير مصلحه البلد وتطوير الجيش. عموما لحد ما نشوف السيسي هيشتري سلاح من مين تاني وهيدفع فيه كم مليار من لحم البلد الحي فمعنى اليوم حدوته.
في سنة من السنين أبو الحاج ربنا كرم وزاد علينا على الآخر، الخلق كلاتها اشتركوا مع بعض في غيط موالح، وهاتك يا زرع وقلع. ونبص أبو الحاج على البشاير بتاعة المحصول نلاقيها ياما، الشجرة اللي كانت زمان بتشيل 10 كيلو برتقان نلاقي بقى فوقيها بتاع 40 كيلو يزيد. والكل قال ربك لما يريد يوسعها على خلقه، ما تسألش عن السبب. وقبل ميعاد جني المحصول الناس بقت تقعد تحسب المكسب ما يلحقوش عليه، والضحكة بقت على كل وش، والفرحة ما تسعش الناس. غيرش الفرحة اللي على وشوشنا قلبت تكشيرة وبوز مترين على وش العمدة وشيخ البلد، بقوا هيتجننوا أبو الحاج. والعمدة بقى يقول يعني الشحاتين دول هيشبعوا ويغتنوا وياكلوا ويشربوا زيهم زينا، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وشيخ البلد بقى يمصمص شفايفه ويقول ودول لما ينسوا الفقر هنفكرهم بيه تاني ازاي؟ ولما ياخدوا على الشبع مين هيقدر يموتهم من الجوع تاني؟ العمدة وشيخ البلد ما يسكتوش أبو الحاج، والغل يملأ قلوبهم. قوم يبعتوا الغفر على الأرض لأجل ما يسرقوا المحصول، بس الناس كانت واعية لهم. قوم يلبدوا للغفر في المحصول، وأول ما يظهروا يهجموا عليهم وفاني وجعك. وبعدها بليلتين شيخ البلد يدي سماحة الهجام جركنين جاز ومشط كبريت، ويقول له هم ولا على غط الموالح بتاع ولاد الحرام دول، وخليك أمره مات غيرش نبقى صحين، وندي الواد بريزة حاول موالد حتة بخمسة. قوم ينشل الكبريت من جيب سماحة ويخرم له الجراكل بخفة يد. قوم سماحة يوصل الغيط ما يلاقيش الكبريت ويلاقي الجراكل فاضية. قوم ما يعرفش يولع في السجر، ويخاف يرد على شيخ البلد مدلدل دماغه الا يأذيه. قوم يهم هربان من البلد، والعمدة وشيخ البلد قالوا جاي لا سرقة نفعة ولا ولعة شفعة، وولاد المركوب أهل البلد شكلهم هيلموا المحصول ويكسبوا. قوم العمدة يبعت جواب للحكومة في البندر ويخوفهم من شبع الناس ومكسبه، وتيجي أخبار إن الحكومة هتفرض ضرائب على محصولنا، بس برضك ما يهمناش أبو الحاج، ونقول ضرائب ضرائب، المحصول ياما وخير ربنا كتير، حتى بعد ما ندفع هيفضل مكسب ملوش عدد. بس لما الحكومة تعلن عن الضريبة نلبس أسود أبو الحاج، قالك الحكومة مش هتاخد فلوس. قول له ماله، هتاخد شوية من المحصول، كم قفص برتقان ما يجراش حاجة، تاخد اللي تاخده برضك الخير ياما. قالك لا، الحكومة خدت قرار إن الضريبة هتبقى فص من كل برتقانة. يا سواد الحلل، وده هتاخده ازاي يا أبو الحاج؟ قالك هتبعت موظفين يوم جاني البرتقان يقعدوا على جنب بسكاكين، وكل برتقانة تنزل من على الشجر هياخدوها يقشروها وياخدوا منها الفص الضريبة وبعدين يدوها لنا. كلام ايه ده أبو الحاج؟ واحنا هنعمل ايه بالمحصول وهو متقشر؟ ونخزنه ونبيعه ازاي؟ وتاجر مين اللي هيرضى ياخده؟ قالك ده حق الحكومة وكلامها المير يا اولاد الرفض ولازم يسمع. ويجي يوم جاني المحصول أبو الحاج واللجنة تقشره وتاخد فصوص الحكومة، وبقينا مش عارفين نعمل ايه بالبرتقان المقشر لما عقلنا كان هيشت. الحاج كراوية ياخد محصوله ويطلع جري على محل عصير في البندر لاجل ما يبيعهوله، بس على ما يوصل يكون البرتقان العريان اللي بلا قشرة جف وعدم وعفن من تراب الطريق. قوم بياع العصير ما يرضاش ياخده، قوم كراوية يلطم ويسحب عود قصب من حدى دكان العصير ويقعد عليه لحد ما بواسيره تنزف ويطب ساكت. والحاج عويجة يبص للمحصول ويقول لازم استفيد منه مهما حصل، ويقعد ياكل فيه كله ويحصره في بق عياله لحد ما بطنهم تبقلل من كتر البرتقان اللي كلوه، والحموضة والاملاح يهروا جتتهم ويسقطوا من طولهم والناس تشيلهم على الاسبيتاليا. ونعناع بقى ابو الحاج كانت حكايته حكايه، الواد يفضل يبص للمحصول المقشر بتاعه لحد ما وياخد البرتقان ويسرح بيه في البلد ويحدف بيه الناس وهو عريان ملط. الواد انجذب يا ابو الحاج، كل حاجه ضاعت يا ابو الحاج، والفرحه اللي تعبنا عشانها واستنيناها بالشهور قلبت حزن في غمضه عين. وبقينا نفكر يا ابو الحاج، احنا زرعنا ارضنا لا طلبنا حاجه من الحكومه ولا عوزنا من وشها مليه، طب ليه تستخسر فينا المكسب يا ابو الحاج وتعكنن علينا وتضيع فرحتنا؟ هو فقرنا وجوعنا مزاج عندها يا ابو الحاج ولا ايه العباره؟ ونشوفكم على خير ان شاء الله.